والنهاردة كده من أول يوم نتجمع ونقعد ندعي كلنا ونقول يا رب. النهاردة منتخبنا الوطني عنده لقاء مهم جداً ومصيري كمان الحقيقة. النهاردة في مباراة منتخبنا الوطني قدام منتخب الكاميرون صاحب الأرض في نصف نهائي أمم أفريقيا. بكل تأكيد تمنياتنا ودعواتنا وقلوبنا مع منتخبنا الوطني، وعارفين أن المهمة مش سهلة أبداً، وعارفين أن الجمهور عنده حالة من صحيح عندنا حالة كده من حالات التفاؤل، لكن ممزوج بالقلق المشروع بسبب حاجات كتير جدا، منها بقى الأجواء اللي حوالين المباراة زي الحكم مثلا بكاري جسام التاريخ، وفي المباريات الحاسمة اللي زي دي يعني مش مبشر قوي أو مش أحسن حاجة، وزي كمان التصريحات اللي بتخرج من سامويل أتو رئيس الاتحاد الكاميروني اللي بيشجع لعبته وبيقول لهم إنه دي حرب، بس خلينا ناخدها إنه يعني بيحمسهم أو يعني بيحفزهم كده انه دي يعني حرب ولازم نفوز بيها، خلينا ناخدها بالمنطلق ده. بس لازم بقى احنا كمان ناخد بالنا انه اذا كان المنتخب الكاميروني اصحاب الارض فاحنا الحقيقه زي ما بيقولوا كده دايما الناس اللي بتلعب كوره احنا اصحاب الكوره. مصر فيها 100 مليون مشجع كروي حقيقي، فيها 100 مليون محلل رياضه وتحديدا محلل كوره، 100 مليون واحد. مفيش حد، مفيش بيت مصري مفيهوش حد بيحب الكورة وبيشجع الكورة وبيفهم فعلا في الكورة. الكورة كمان في أفريقيا، يمكن لما بنتكلم على الكورة في أفريقيا لازم نذكر اسم مصر. سحر البطولة دي تحديدا بطولة أمم أفريقيا ما بيكونش موجود غير لما يكون المنتخب المصري بيشارك وبيؤدي وبقوة. خلينا كمان ناخد بالنا إنه إحنا بدأنا البطولة دي يعني برتم قليل شوية، في مباراة نيجيريا بدأنا ندخل في البطولة شوية بشوية لحد ما عملنا مباريات قوية زي مباريات أمام كوت ديفوار والمغرب. عشان كده إحنا طمعنا في البطولة كبير جدا، والحقيقة إنه أدائنا مؤخرا يستاهل إن إحنا نتحمس، ويستاهل إن إحنا نقف ورا رجالة المنتخب ونفضل وراهم ونشجعهم. إن شاء الله النهاردة مصر كلها هتفرح، وأنا متأكدة إن هم فعلا هيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يفرحونا، عشان هم كمان شايلين اسم مصر. ما اعتقدش انه رجاله بتلعب وهم شايلين المسؤوليه دي محتاجه ان احنا نقول لهم ركزوا، او محتاجين ان احنا نقول لهم خلوا بالكم، او محتاجين ان احنا نقول لهم يعملوا ايه. اعتقد كل واحد دلوقتي عارف دوره كويس جدا، كل واحد مدرك المسؤوليه اللي واقعه على عاتقه، واعتقد كمان انه مؤخرا هم فعلا اثبتوا ان هم قد المسؤوليه، واحنا راضيين جدا عن لاعبتنا وعن المستوى اللي ظهروا بيه وعن الاداء الممتع والقوي اللي بيقدموه في البطوله. روحهم اللي موجوده، روح المشاركه كمان اللي موجوده مهمه جدا وملحوظه. يا حسام يمكن كنا بنتكلم في حلقه سابقه قبل ماتش المغرب، كنا بنتكلم انه بعيدا عن مين اللي هيلعب، بعيدا عن التشكيله، بعيدا عن كل ده، كان في سلوك مختلف، وهو السلوك انه روح الفريق موجوده، الكل واحد جدا بيلعب في موقعه، مفيش حد عايز يطلع باسمه بس او يتقال عليه ان انا اللي عملت في المباراه. الاهم ان المنتخب المصري يكسب. بالظبط ده اللي احنا شايفينه، واتمنى ده يستمر الحقيقه.